روستان 12/4/2016. الله يعطيك العافيه. اهلين. شو شايفه قاعده هون عم تشتغلي لحالك من بكير؟ شو يا اخي؟ والله كنا بالارض، جينا لقينا دارنا مضروبه وما نستجي نفوتوا على البلد، وكل نهار قذائف وكل نهار قصف، واولادنا ما عم نستجي نفوتوا. يعني هون بالبيت ما في حدا؟ هلا انتم مهاجرين؟ ما في حدا، احنا ساكنين بالارض. طاشي وين القذائف اجن على البيت؟ والله جن بالبيت. تعرف اديك اياها؟ هذا البراد؟ ايوه. لا حول ولا قوة الا بالله. هاي استنى هلا بنقعد. لا حول ولا قوة الا بالله. هي هون كمان قذيفة جاي طاير الشباك. قذيفة هون مقعدين الشباك. هاي هون. هدت الدار، هدت المجيبة. لا حول ولا قوة الا بالله. لا حول. بس في قذيفة ثانية؟ فرجيني اياها. في هاي وحده هون. ضربت طلعت من برا، ضربت الشارع، تعال طالعه من برا. من على البرندا، تعال شوفوا. تعال شوفوا طلعت لبرا. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة. هذا هو المطبخ. هاي قذيفة ثانية. هاي هون المطبخ كان مدارس، كان طلعنا لبرا. والله الشبابيك صايرة. سمعنا من العالم قالوا لنا داركم مخدوفة، جينا شفناها وعم نعزلها بس. الحمد لله على سلامتك. طيب فيك تحكي لنا على الوضع الإنساني بالرستن هون، شو شلون الوضع المعيشي؟ والله لقمة الخبز ما موجودة. غاز ما في، مازوت ما في. أولادنا بيروحوا على المدرسة ما عم يستجروا. يلا بعين الله، بعين الله. بعين الله شو بدنا نسوي؟ شو متطلباتكم أنتم هون بالرستن يعني؟ لا بدنا نتحدى الحال نرجع بيوتنا. ونرجع مثل ما قال أطفالنا ترجع المدارس. إن شاء الله يا رب. ما بدنا شيء غير هيك. الله يعطيك العافية. مدينة الرستان 12/4/2013.